لاباس، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جيت باش ندير معكم الحلوه ديال الزليجه اللي سهله وما فيهاش شي مكونات صعاب، فيها غير ثلاثه المكونات والرابع ديالها هو الشوكولا. ان شاء الله غادي نحتاجو لهاد الكاطو، غادي نحتاجو ليه هاد البسكوي مطحون بحال هكا، نحتاجو ليه نص كيلو ديال اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو ما عندكم، انا درت اللوز. انا عندنا نص كيلو ديال الشوكولا، شوكولا ولي، وهنا عندنا نص كيلو شوكولا بلون، وهنا عندنا الكراميل. صافي هادشي اللي تنحتاجو. ان شاء الله غادي نبدا في التحضير. بسم الله غادي نبدا ان شاء الله. هنايا درت ديك نص كيلو ديال اللوز، غادي نزيد عليها هاد البسكوي تقريبا شي باكيه. صافي من بعد ما هكا تتجمع داك الكراميل، نشدوها تنجيبو واحد الصينية بحال هادي، واحد الطاوة طارية تنديرو فيها هاد الكاغط. صافي تنديرو فيها هاد الخليط ديالنا، صافي تنبقاو نقادو فيه حتى تيشد البلاصة ديال هاد الصينية. نجبدو الصينية بشكل ما ساهل، ندير فوق مسحتين من الفوق وواحد التحت، ونبداو غير بالدلاك باش يجينا كله مقاد. صافي نبقاو عليا بحال هكا حتى تقاد كاملة. من بعد ما درت ليها المدلك بحال هكا وتسرحات، تندير ليها هاد الصينية هادي باش نعبرها. صافي نبدا نقطع فيها باش تجيني مقادة. صافي هداك شوية لي شاط قبيلة البنات لي قطعت من هاد الكارية الكبيرة، عاودت خدمتها بالمدلك، جابت ليا كاري هاكا رقيق منضيعوش، غادي نديرو فوق من هادي النيت. باش هادي راه يجي هو هداك، صافي كيما تتشوفو تجي كلها مقادة. دابا غادي نديرها في الصينية ديالي، صافي البنات ها هي وجدتها دابا، هي مقادة. دابا غادي نبدا في الشوكولا، غادي نبدا ندوب الشوكولا ان شاء الله. صافي دابا هي الشوكولا في فوق البوطة، غادي نزيد ليها ثلاثة المعالق ديال الزيت. صافي دابا غادي نحطيها ونحركو فيها غير بشويه وتحضيوها، حيتاش لما حضيتو الشوكولا غادي تخسر. صافي غادي نحيدها على النار دابا. صافي من بعد ما الشوكولا داب لينا، دابا ان شاء الله هداك الشوكولا غادي نديرو على
اللي جهتي دابا غادي نديرها في الثلاجه تبرد حتى تجمد ليا عاد نرجع معكم باش نكمل بالشوكولا بلون ان شاء الله. صافي دابا دزت الشوكولاط الابيض درت فيه حتى هو 3 المعالق ديال الزيت وتندوبو خصنا نحضيو الشوكولاط الابيض خصنا نحضيوه بزاف كثر من الكحل حيت شي يقدر يخسر لينا ما حطيناهش. صافي هل هاد الدافوه ديالتنا ها هي جمدات كما تشوفوا. دابا غادي نقلبها نحاولو نديرها نص صافي. ها الشوكولا الابيض ديالنا داب نديرو كامل فوقها 500 غرام نحاولو نديرو كاملة فوق هاد اللوز ديالنا. باش تجيكم قادة صافي. البلاستيكه درت فيها هكا الشوكولا ولا عندكم شي بوش جوطابل انا ما عنديش تقدروا ديروا غير صاشيه بحال هادي صافي. تبداو غادي بالخطوط غادي نجيب واحد الكوردان تجمد ورجع معكم ان شاء الله باش نقطعها. من بعد ما جمدات لينا مزيان كما تشوفوا هي جامده دابا غادي نبدا باش نقطعها ان شاء الله مسطره بحال هكا باش تجيني مقاده. دابا ما غاديش نقطعها غادي نطراسيها صافي. دابا غادي نبدا في القطع ديالها ان شاء الله. صافي غادي نبقى غاديه بحال هكا تنقطعها ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا انا تنقطع فيه انا تقريبا نكمل نتقطع قبل غير طراسيتو دابا تنقطعو شويه باش يبقى ليا مقاد. كملت التقطاع ديال هاد الحلوه هادي هانتوما تتشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش يجي تيجي ما شاء الله. شوفوا تجي كلها مقاده كلها بحال بحال هانتوما تجي ما شاء الله. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وما تنساوش تلايكي وتابوني وتبارطاجي وتنشكركم بزاف بزاف
وإلى الفيديو الماجي إن شاء الله.